في الشارقة لن تضطر للذهاب بعيدا حتى تعيش أجمل اللحظات. فبين تنوع التضاريس واختلاف الأجواء سواء بحرية أو جبلية أو تاريخية، تستطيع التمتع بشعور مختلف في كل مكان تزوره وتتواجد فيه. تخيل أنك في مكان طبيعي من الدرجة الأولى. لا تسمع الا خرير مياه الشلالات وزقزقه العصافير من كل مكان وتستنشق الهواء النقي العليل نعم انها منطقه شيص شيص وما أدراك ما شيص آية من الجمال كنز من كنوز الجمال بين الجبال جو رائع هواء رائع مناظر جميلة وانت نازل إلى شيص والله أنك تشعر أنك نازل في شريان من شريان الحياة ومن شريان الجمال يمينك الجبال ويسارك الجبال وسقفك السماء ما يميز شيس ثلاث روائع الماء والخضراء وقلوب اهلها البيضاء. في هذه الاجواء خلونا نعيش مع لوحه فنيه نحاول من خلالها ارسال رساله للعالم او للمجتمع ولكل الزوار لمنطقه شيص او اي مكان سياحي في دوله الامارات. هذه الرساله مفادها ان يجب ان نحافظ على المكان ونظافه المكان وان نعي ونقدر حجم الجهود التي بذلت والاموال التي دفعت لاجل هذه الاماكن السياحيه. خلونا اليوم نعيش من ضمن هذا المكان الجميل ونرسم من الماي نفسه. المنظر اللي قدامنا شيء بسيط من هذا المكان ومن جماليات هذا المكان ومثل ما قلنا لكم ما راح ندش في تفاصيل ولكن راح ناخذ جماليات بشكل عام وروح المكان ودائما اؤكد على ضروره أن يكون في تغذية بصريه يعني الشخص اللي يبغى يرسم منظر طبيعي لازم يكون في نفس المكان لازم يعيش في نفس المكان آه لازم يحاكي المكان لازم يدرس كل تفاصيل هذا المكان خلونا اليوم مع لوحة هذا المكان الجميل في شيس تقع منطقة شيص الساحرة على بعد 85 كيلومترا من الشارقة عبر شوارع تم تعبيدها وسط الجبال العالية والتي وجه بتطويرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتكون مزارا هادئا وموقعا مميزا وسط أجواء الطبيعة تتمتع منطقه الشيص بكثره العيون والبرك المائيه العذبه الصالحه للشرب والمنتشره بكثره فيها والتي تتدفق على مدار العام كما ان وقوعها وسط سلسله من الجبال بارتفاعات متصله ببعضها وبالوان مختلفه جعل فيها الاوديه وعيون المياه العذبه والبرك والانحدارات الرازيه تعد بركه مياه الغاوه من اهم المراكز التي يقصدها القادمون الى شيص حيث تتمتع بمياه عذبه طوال العام نتيجه لتجمع مياه الامطار فيها بفصل الشتاء اضافه لكونها البركه الاكبر والاوسع والمحتويه على عدد من الشلالات بداخلها ووسط الجبال المرتفعه تعتبر منطقه شيص من الاماكن الجاذبه والتي يتوافد اليها الاف الزوار خاصه في مواسم الشتاء والربيع بهذه الكنوز من الجمال عليك زياره المكان. واللوحه ما هي الا رساله، حافظوا على الممتلكات وحافظوا على المكان وحافظوا على جماليات هذه الاماكن. وقدروا الجهود المبذوله للحفاظ على هذه الاماكن الجميله وهذه الكنوز الجماليه. نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه ومكان ملهم اخر من المنطقه الشرقيه.